بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيت الله الحرام من السعي بين الصفا والمروة في ليلة واحد رمضان الموافق 2019. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الحج والعمرة يا رب العالمين. رحلة إلى الله، ما أجمل الرحلة إلى الله، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض قوم فليس يموت في أرض سواها. هي خطوات احنا مشينا في الدنيا وأقدار ربنا مقدرها علينا، يوم فرح ويوم حزن، ويوم شبع ويوم جوع، ويوم ابتلاء ويوم نعيم، ويوم ويوم ويوم، كل يوم هو في شأن. لكن في النهاية يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. اوعى يوم يعد عليكم من غير ما تقربوا لربنا، اوعى يوم يعد عليكم من غير ما تستزيدوا من طاعة لله. أحد الأئمة قال صاحبته الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة 20 سنة، قال فما رأيته يوما إلا وهو في زيادة في طاعة الله سبحانه وتعالى. حتى قال أحد الأئمة والله لقد اجتهدت في طاعة الله حتى لو قالوا أن القيامة غدا ما استطعت أن أزيد شيئا. حيث كده يعني من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، فربنا يرزقنا وإياكم النهاية المشرقة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايزين كده كل يوم يبقى فيه خطوة نقرب فيها لربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يكرمنا ويجمعنا وإياكم في الجنة، حدش يندم على أي لحظة فاتته في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ريت ما تنساش وردك من القرآن، ما تنسيش وردك من القرآن، وانت بتطبخي حتى وقت في المطبخ استحضر النية ان انت بتعد الطعام ده من اجل اطعام الصائمين اللي هيفطروا، يبقى كله في ميزان حسناتك. وانت بتطبخي اذكري ربنا، خلي لسانك يتحرك بذكر ربنا، خلي لسانك يتحرك بالقرآن بذكر الله سبحانه وتعالى. كانت ربعة العدوية كانت متجوزة من احمد بن ابي الحواريه، فكانت تعد له الطعام وتقول له كل يا ولي الله، تحط له الاكل وتقول له كل يا ولي الله، فوالله ما نضج إلا بالتسبيح. هي مش قصدها أن التسبيح هو اللي بيسوي الأكل يعني، إنما قصدها أنه طول ما كانت بتطبخ كانت بتسبح بحمد الله. وفرق طبعا كبير بين واحدة بتطبخ وهي بتسبح بحمد الله، بين واحدة بتطبخ وهي بتسمع أغاني ديسكو يعني. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.